كنت لا سرق الله يبارك فيك دار كويسين كرامة قلت هنا كيف قاعدين نافس ما شاء الله بخير الله يجيب العافية شنو حصل هناك في الليلة اوكي يا اوكي والكلام كما تو على لا ده هي لا يا خلاص لا لا ده بس انا كله ندور نسرق نقل الخبر من الليلة بس ما شاء الله سمع الله يطول عمرك الله يبارك فيك ما شاء الله بخير سلم يا جماعة انت كلامك دلوقتي كتير منين قالوا في انترنت في واتساب من البار الناس ما نمنا انا كل ما نمنا نعرف نعم ما في شغل في انترنت من البار الناس بجد بس انت حسن هذا الشيء بكم انتم
محمد. اي محمد تريك تعرفه زين؟ نعرفه نعرفه. مع زكريا جارهم ده. بقره دخلوا في الزرع بدوروا بيتداوسوا. الناس شالوا مدوم قدام الكانتو، كانتو شال نادي الحكومه انت. كلام كمل نادي مداوس ما في نادي ضرب نادي معه. المده ما سي؟ اه يسكت. انت كيف لما شنو بالانترنت تعرف شنو في الانترنت في الجروبات انا الواتساب كلام من برا بيشوفوا بعد من ما من شاف ولا بيجيكم من برا ناس ماتوا ناس فعلوا تقوم قطر حالك ده بيجي لك ده تجي تعال انت 100 الف انا بسال يعني انتوا الناس كان ماتوا بتطلبوا شنو فوقك التنقد شنو؟ قلتوا الناس يا جماعه الولد ده بده فيه لنا جمينا سوا وكلنا اهل كلنا مع بعض شيء ده كان تلف كل الناس كان لموا فوق على الدولة ده ما خلاص إلا كان شيء بيجي إلا الدولة تكملوا بموت أنا كلنا أخوان أمنا واحد أبونا أمنا هو أبونا آدم كلنا ناس ديننا واحد حتى كان ديننا ما مننا كله أنت خلقت يوم تبت طول ده كان دينكم ما واحد كل أنت نار أنت خلقت وتم تقتل ترجع شنو فوقه حس الكلام ده كذب كلام كذب وأنت ذاتك كذاب يا جماعة كان مشكلة جات تقول الله صورة فتنة ما ادري وانت تقعد منه بالهلي هلي تجاي مو فتنة ناس برا قاعد يقول الخبر ده ما عندهم ماتوا ماتوا فقلوا فقلوا تشيل ديالك تراسلوا تشيل القروش من الناس تقول احد يمشي يموتوا يا مفتن اترون جاي كسر في راسه مو بس ترى اه جاي قول ده مثل بيدرس سكير كيف بس اترون جاي كسر في راسه مو جاي جمردي صوفي بومبار دبا تشيل يا كل لكن والله نادم ده ود الكل قدر انا هو يكون ما في قدر حالك تروح بالفسخ راجل قدر حالك بس في انت البيت هذا كلام شعب يقول عن هاي راح الا في الفتن وفي المشاكل هاي هسه المده ما سي هاي انت ده لما شنو بالريسوس شو لما شنو بالكلمات اللي بتمرق فارغ بتشيلوا بتروحوا بعض ها لما شنو بالفتن هذا يا عندك مش ماتوا الخسران يا دو خسران انت وخسران الاهل وخسران الشعب يلا ماتوا ناس كاتبين لكم سبا تقول ناس قاعدين تطعوا الله تجيبوا قاعدين تطعوا مشاكل انت اقرا من شاب الكنتور قاعد في لوكا ليلي حسن هذا قال لي شيء ما في يا تنين الخالط وبقر الذي دخلوا في ده وكلام كمل ناس 10 ماتوا 100 ماتوا 200 ماتوا المده كانت تبقى فوق شنو كان نادي مات وقال لك مده كان نام بقوم ويلا هسه قوم من نيني يلا كان ماشيين ده كان ما وصلوا وريهم خليه قبل لا بس قرطك شلت من الناس 100000 جيبونا مش مدوس ده قبل القرطة كل اللي سياري انا كان حصل شيء انا انت بنو قربك سبحان الله تاجر تاجر ربي ذكر كدمون تقول هاك سبيت في ايدك مفتن كبير انا دخلت سبحان الله رزوسو شو رزوسو انت عارف شنو في رزوسو شو يا مسوسي سفي الا تعرفوا الفتن تعرفوا الا المشاكل تخلقوا لاهلكم مشاكل نمشي نموت نمشي نموت تموتوا في شنو؟ موت ده صوته مشي السلام عليكم نادم كمان نام بقوم سامي سيدي انت فاهم سامي الله يبارك عليك يا اخي سامي المسابقة شيء بعد سامونيتا اول ذاك كان جابس هو بيسد عندي قاعد جابس عنده ماسك كاسر فوقي مزيد سكر كمزيد باتو بس كاسر اللي مسوي عيب بس والله ها على الاف كسر يا سيد ذاك انا سكر مثل باتو كبر شوف في الدنيا ده انت اي ما يمكن سغل سودين فقر تجي بشش سغل سودين فقر شنو ورا نو بس جبال اللي مشي نوبا خاوي منك كده خلاص انا قاعد تقبع سيد اسي ها كاسر رسنا يا خي انا في داخل اكون انا ما يسوي صلاة اه ما انا اكيد شايف فاترة كان مشيت قدامك كي كده اكون بنادني بس اني من نادم ده وانا كل نقول لي انام ده جاكا عند السبب بدور بوريك